السلام عليكم شباب. شباب هاي طيرة وفحل. هني للبيع. شرط المطيار بناتهن إذا ما يطيرن رجعن عليا. طيرة وفحل خط أول. هذا الفحل كوركا مندر. سعر 200,000 سعر الفحل بس. يعني شباب ذني بشرط المطيار، اللي يرغبهن يجي ياخذهن بناتهن شرط المطيار. مطيار وذكاء ذني سعر 200,000 اللي يرغبهن خليه يتواصل وياي. طيور يعني ما يحتاج اسولف عليه، انت ماخذ ضمان بعد. طير وعاتبني. تحياتي لكم. هلا شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. ما مشترك بالقناة خليه يشترك، فعل الجرس، لايك وتعليق. تحياتي لكم. قبل تتفرجون المقطع سووا لايك شباب، وركزوا باللايكات عيني. وعندي موضوعين وياكم. الموضوع الأول طلب أخوي، والموضوع الثاني توضيح. الطلب اللي أريده منكم إن شاء الله ما تقصرون، قناة مال أخونا فرات الصياد، الولد عنده محمية مال طيور حوب وهالسوالف، قناته حلوة ما شاء الله، يعني 70,000 أو 60,000، ويعني محتواه كلش حلو. أريدكم تشتركون بقناته، اكتبوا له من طرف أمجد. شقد راح يتابع هذا المقطع؟ 20,000 25,000 وإذا راحوا له 3,000 4,000 أنا ممنون منكم. بس تواصلوا، كتبوا على اليوتيوب فرات الصياد ولد من أهل البصرة، وتواصلوا وياه وكتبوا له من طرف أمجد واشتركوا بقناته. هاي القضية الأولى. هاي طبعا هاي طيور مال النجف ومال الشعب ومال النجف، طبعا بعت منها هواي شباب لأن بيها طيور مو صحيحة، بيها للأسف بيها طيور طلعت مو تمام، فعزلت منها هواي. طلعت هاي هم الزواج الطائرة المخاليف والكبار. المهم شباب فلا تقصرون اشتركوا بقناة فرات الصياد، قولوا له من طرف أمجد. هاي القضية الأولى. القضية الثانية توضيح على مود الطيور اللي راحت أبو علاوي هدية والرجال باعها أتصور، أو بعد عارضها وانباعت ما أعرف. الرجل ترى الأمانة أنا داز ليها هدية، والرجل اتصل بي وقال لي يابا أمجد أني راح أبيعها الأرافل. قلت له يابا أبو علاوي براحتك. قال لي إيه والله راح أبيعها، لأن إن شاء الله يعني جايتها أرافل حلوة. عن اللي دزتيها طيور حلوة بس جايتها أحلى، يعني جايتها طيور من ذني 3 كعاكيل وهالأمور. فقلت له يا بتوكل على الله بيحين. فالرجل خابر وسولف وياي بالموضوع وبالعافية عليه، يبيع يشتري بالعافية عليه. أبو علاوي إنسان طيب والرجل يعني بعيدا عن الحمام وهالأمور وقف وياي بشغلة القناة وما قصر. هذا أحمر غريب. ها شباب عيد رجعت لكم من أنا في مشكلة شغلة الشحن ما دار حق التليفون، أو بهاي العركة صايرة هنا أنا. هذا إيش عبرك؟ إيش عبرك؟ شوية خلي نسولف على البيض إن شاء الله الحمر باكر ما صرت مياه. شو كتالة مرادة بيض طبقة طيرة وفحل، طبعا عندكم معلومة بالموضوع. هاي برج وهذا البرج الثاني، طبعا 3/4 لأنه فوق. اليوم فتحت حمام للطيور مسبح للأجنبيات إن شاء الله. ما ظل شي بعد، نجيب الماسحة شوية نظف القاع. المسبح يعني ما عندي بعد شيء وياه شباب الاجنبيات. تقريبا بس بعد انطي ديدان ان شاء الله، وراها انتف الحمام، بعد انتفهن وما عندي شيء وياهن.
شاء الله وضحت لكم هاي الشغلة اللي اريدها منكم مال فرات، بس تشتركون بقناته اسمه فرات الصياد. ووضحت لكم سوء الفهم مال ابو علاوي، الرجل يعني هو الوحيد اللي وقف لي بقضية القناة والاعلانات وهالامور، هو الوحيد للأمانة. الرجل ما قصر، فصاحب فضل هو، واني الشخص اللي قدم لي فد خدمة ما انساها. هذا المي خلي يروح شوي لي غاد. خلي بعدين نرجع له، خلي شوي. اليوم اشوف طلبات هواي من الشباب، فر الخانات. شوية عاجز انا صراحة من الخانات، بس اليوم راح افر لكم الخانات. طبعا بعت النيكولا، هنشوف هذا فرخ او الشات بعد تجبيرة الرجل، و يعني جبرت الهيان وديته يا الشخص، يعني شوية اتصور احسن من قبل، شوية احسن من قبل ان شاء الله. يعني هاليومين خلي له المي هذا حتى يشرب براحته، هذا شوية عنصة ان شاء الله. هاليومين ثلاثة بالكتيبة سرجله نرجع هم انتفوي الحمامين، هذا من طيور السباق. هسه خلي فر الخانات شباب. هذا زوج شتريات، هاي الطيور مباشر باكستان. شنو جواهن؟ ما شاء الله من بنيان جواهن. لاني مباشر باكستان. هنا شعدنا عندنا زوج 14 طيرة وفحل. طبعا بعت لي الأخونا علاء، إن شاء الله يشوف خير هنا. بعد الهسه وين دي الزوج انا مخالف. احنا عندنا هاي طير وفحل همين طابوقين طبقة جديدة. هنا عندنا فحل جولدن ما شاء الله خط اول على طيرة تيدي سخي، وهذا انتاج جواهن. شوفوا ما شاء الله هاي الطبقة، طبعا طلعت من عندها اني بس انباع الفرخاتهن. ان شاء الله هسه نطلع طبقة الاخرى. هاي هنا شتريات همين، هاي بيضات اول بيضة بنات المباشر هني. هذا الزوج الشتريات، هاي امهاته، هاي امهاته مباشر باكستان، هاي امهات الطيور. هنا عندنا فحل، هنا عندنا فحل 14 همين بعته لاخونا علاء، باكر ان شاء الله ياخذهن. هاي طايره هسه دارده اجهزها حتى اطبقها على هذا الجولدن. شعدنا هنا هم هاي طايره وفحل. هذا الشتري على البانتيز طبقه جديده، شتري هاي فرخاته جوا. طبعا بعدني ما معشي الحمام فما زاقات، هسه ان شاء الله راح أعش الطيور. هاي شوية فرعت لكم الخانات. هاي النيكولا، هاليوم اني فاكسن ان شاء الله. هاي النيكولا فركوا خانات الزواج الهمين، هنفر خانات الزواج. عندنا هاي طيره وفحل. انا المشكله يعني ما اعرف الاسماء مال الزواج والسلالات، انها مالات اخويا. هاي ما شاء الله هاي طيره وفحل، وهذا انتاجهن. يعني هذا دور اكل طبعا جوعان، مسوي له يجيب المعلف، معلف ما تجوعان ينتظر الاكل ليزق فرخاته. هذا زوج الاخ، لا نشيل هنا انا. اي هاي زوج الاخ، هاي هنا وبناتهن. طيرة هاي مو محلقة، ما اعرف انتاجنا، ما اعرف هذا الفحل شنو. هذا الفحل اجنبي. هنا انا جوا شعدنا هاي طيرة وفحل البخاري وطيرته، هذا بينهن. هذا الزاز ابو عين، وهاي بناته ما شاء الله.
هنا طبعا هم اكو خانات، وهسه هنا عندنا وجبه مال فرخات ان شاء الله بعد كم يوم تجهز. يعني هنا كم فرخه والله عندنا، شوف خلينا نشوف والله كم فرخه. هاي وحده، هاي اثنين، لكن اثنين اربعه هذاك واحد، خمس فرخات تقريبا، خمس فرخات هنا، اثنين ثلاثة اربعة ستة، اي لاني واحد اثنين، ذاك الاثنين جوا، وهذا واحد وهذا واحد جوا، لاني ست فرخات. هسه ان شاء الله راح نخرج كل الاجنبيات. هنا كم فرخة عندنا بالله، هنا ايش عندنا بالله، هنا هاي واحد اثنين ثلاثة، هذا ثلاث فرخات تقريبا، لكن اثنين بس اصغر، هم راح نخرجهم ان شاء الله. هذا البرج بس اجنبيات، بس زر قلل منه ان شاء الله، بس يفرغ نخلي بيه غير شيء. احنا ايش عندنا جماعة الخانات تدللون، هاي طيرة وفحل وهذا انتاجهن. هاني فد يوم اريد يعني يكون هم اخوي يمي المار، حتى كل ما افرهن هو يشرح على الزوج هذا، سوي لكم فد هيجي ترتيب. ما نسعدنا هاي الشعلة، ما ادري فحل هذا الاشعلة، لا شعلة وهاي فحلها. طبعا كله بعدنا ما معشيهن الطيور، هو ما صعد لطيوره. هاي هم طيروا فحل جوان بيض لاحق او جديد ما اعرف. هاي الحمر هم طارت، ولات الشعب مالات النجف مالات الشعب. هاي الزواج هم مفتوحة للمخاليف والكبار كلها، فاتحي لها هنا معلف العفو مسبح. لايكاتكم شباب لا تنسون عيني، ان شاء الله ما ضل شيء. يعني هسه احنا تقريبا شهر الثاني طبينا، ف يعني استحق من الحمام النتف، لازم النص الثاني انا ناتف بعد مجرد الجمعة انطي ديدان للحمام، علاج ديدان هم انشر لكم اياه ان شاء الله حتى تستفادون، اللي يريد ينطي علاج ديدان لطيوره هم يستفاد منه. هاي الحمر رياتها بس بعد انطيهن علاج ديدان ذن ان شاء الله، اذا الله راضي سهل اليوم سبحان امورهن تمام. ورا علاج الديدان اذا الله راضي سهل راح انت في الحمام كله جنح وذيل، يعني انطي علاج ديدان ويرتاحن واعيده مرت اللخ ورا 10 ايام وراها ننتف الحمام كله، حتى نشارك بالسباق ان شاء الله بصورة صحيحة. من يهمني الزوجة ده خرجهن، هذا شوفوه هذا هو واخوه، بس يخوفن شباب تفتحن يروحن، لان الحدث لا دي فارن لا دي زوجين، ما ادري طيرة وفحايل ما ادري في حلة والله ما ادري، بس في حلة 90% في حلة او 95% في حلة. هاي البيض بدني لزمن الخانات ما عندنا شي بيهن. هذا الزوج للبيع شباب، هذا الزوج للبيع، واللي ياخذ بالعافية علي. هو وانتاجه باع الانتاج شلون هنا السود، هذا الفحر رامو هاي طيرته، وهذا الانتاج ماله ما شاء الله. ليش اخرجه انا اللي يريد هين ابيع لي هلا وانتاج 250,000 طيره وفحل والبنات، طيره وفحل والبنات درجه اولى، والعافيه علي اخوكم. خلي احبس البيض حتى نطير السود ويا احمد، هذا احمد صاحبي احمد الرحال طير السود مالته. الله اكبر الله اكبر. يلا شباب عيني اشتركوا بالقناه، لايكاتكم هالامور لا تخسرون، وتحياتي لكم جميعا. الله اكبر الله اكبر.